سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل ملاح. الفيديو تاع اليوم ديسيديت ندير لكم على البروتين. البروتين والصبغه، هذا فيديو بزاف 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 مهم. كاين شحال من وحده دير بروتين شعرها يتحرق يتقصف يتكسر بسبتها هي وما على بالهاش شنو هي السبه. الفيديو هذا علاش قررت نديرو؟ لخاطرش يجوني بزاف بنات يقول لك درنا المعالجات، يعني كيغاتين ليساج اكسيتيرا بروتيين، ولا شعرهم فسد اكثر من اللي كان. علاش شد لهم سمانه 15 يوم بعد ما كاش زاد فسد لهم اكثر من اللي كان؟ هذا موضوع مهم 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 بزاف. دوك نفهمكم بلي ديتاي باش تعرفوا شنو هي الاخطاء اللي درتوها باش تحافظوا عليه. كملوا الفيديو للاخر باش تعرفوا كامل المعلومات. قبل ما ندخل في الموضوع، هذا الموضوع يناسب كامل انواع المعالجات. برك حبيت نهضر لكم على البروتين لخاطر جامي هدرت عليه. البروتين هو يناسب كل انواع الشعره، ماشي كيما الكيغاتين عنده الشعر المناسب اللي لازم ديريه. يعني درت لكم فيديو عليه، ولا ليساج ليساج بريزيليان ولا البوتوكس. مي البروتين يوالم كل انواع الشعر، تقدري ديريه يعني كيما كانت حاله شعرك تقدري ديريه. البروتين هو نوع من انواع المعالجات كيما على بالكم. وشنو هي الوظيفه تاعو؟ وشنو هي علاش نديرو البروتين؟ فوالا، البروتين هو يملس لنا الشعره كيما نعرفو كامل، يعني حاجه قويه للشعره تدخل لداخل الشعره. كيفاش تدخل داخل الشعره؟ في الشعر تاعنا عندنا مسامات تما تدخل للشعره، هذا هو المشكل. حاجه الواعره هنايا، مانيش نهضر لكم شو القراءه دراسه النص هنايا، مي افهموا علاش كي يدخل عبر مسامات الشعره يفكك لنا روابط الشعره. كي يتفكوا لنا روابط الشعره يعني يكون شعرنا بوكلي ونرجعوه املس، شغل الروابط تاع شعره متلوقين، يقعدوا متلوقين باش يقعدوا يعني الشعر املس يعني رطب على شكل مستقيم. لازم نستعملوا حراره، نستعملوا ليسوغ، نستعملوا حراره قويه باش تدخل. وانا ما ننصحش بالحراره القويه القويه بزاف، على خاطر الشعره واش حتحمل واش حتخلي. فوالا، نستعملوا الحراره باش تولي الشعره بشكل مستقيم، وهذيك الحراره هي اللي تثبت لنا البروتين داخل الشعره وتخلي الشعره مغلفه بماده البروتين وتتثبت هكاك. يعني الحراره هي اللي تغلق لنا البروتين، يفتح لنا يفكك لنا الروابط، من بعد يجي الحراره باش يتثبت ويغلق لنا الشعره باش ما تخرج لناش على برا. هنا هو البروبلام. دوك هذه الخدمه كاع درناها غلطه واحده، خطا منكم. ما تقوميش بشعرك، ماشي صح كي تروحي تجري فرحانه اي درت البروتين هذا ولا درت البروتين هذا ولا درت كذا ولا درت كذا. من بعد الصح كيفاش تقومي به؟ صح كيفاش تحافظي عليه اطول مده ممكنه؟ هذا هو الصح. هذه الطريقه اللي البروتين يخدم بها باش يخليه املس. كاينه حاجه الحفافه، ماشي لازم تقول لكم كيفاش تحافظوا عليه خاطرش الله غالب كاع خدمنا وعلى بالنا. يكون عندها لي كليونت بزاف، مستحيل كل وحده تفهمها وتهضر لها. جاتكم معلومه لهنا لازم تكملوا الفيديو تفهموه مليح باش تحافظوا عليه، سواء كيغاتين سواء ليساج سواء نيمبورت كل معالج. قاشدوك خرجوا بزاف المعالجات باش تحافظوا عليهم، خط شعرك شغل درتي مشكل، شغل جبتي بيبي عندك لازم تحافظي عليه. فوالا، ماشي تروحي ترميه وتقعدي تعيشي حياتك كيما كنتي. دوك راكي مسؤوله على شعرك، درتي مشكل وي باش تحافظي عليه. باش ما نطولش عليكم، وكاينه حاجه تاني، كاين انواع البروتين بزاف في الجزائر. فوالا، كاين بزاف. في اخر الفيديو نحط لكم انواع البروتين اللي يعجبوني، ولازم لازم تشرو من عند واحد بروفيسيونيل، لا خاطرش كونتر فاسون نضل نهضر ونعاود كاين بزاف. اول خطوه ديريها باش تنجح لك البروتين لازم تشري يكون دوريجين من عند واحد كونفيونس. فوالا،
بعد ما عرفنا كيفاش البروتين يتثبت باش يقعد اطول مده ممكنه، حنا هذا هو الحاجه المليحه اللي لازم نديروها، لازم نخلوه ما يقعدش يشد لنا شهر ولا شهرين، لازم نخلوه الماكسيموم اطول مده يقعد في شعرنا. فوالا، وهذه العفسه ما نستهزئوش بها، ماشي عفسه هكذا كبر. والله راني يعني نهضر ونعاود، اللهم اني قد بلغت، لاخاطش غلطه في شعركم يفسد اكثر من اللي كان. وكاينه بالك شحال من وحده تجي معايا تقول لي درت الكيراتين السمانه الاولى كان مليح، من بعد شعري فسد، ولا درت بروتين وشعري فسد. فوالا، ماشي معناتها ما كانش مليح، ولا ماشي غير الشرط. طريقه الابليكاسيون عندها دور مهم، وطريقه المحافظه عليه عندها دور اهم 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 بزاف. ثاني الى البروتين ما حافظناش عليه، شدنا غير شهر 15 يوم سمانه، واش يصرى للشعره؟ الشعره تتعرض لخطر كبير، وي تتعرض لخطر كبير، تتكسر لك الشعره. كي تتكسر لك الشعره يبان شعرك شغل راه محروق. وعلاش؟ لاخاطش عاود روابط الشعره تاعك عاود تفكك لداخل، تحسي كاع تكسر، تعاود فسد لك، عاود درتي مشكل كبير لشعرك وعاود فسد لك اكثر من اللي كان. يعني لو كان خليتيه كيما كان، درتي مواد طبيعيه ولا رحتي لمواد كيميائيه وانتيا تاع نوع تاع اللامبالاه، هذه ما ننصحكمش بها. كيفاش تحافظي عليه؟ اول حاجه دائما 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 لازم من بعدو عن المواد اللي تفتح لنا حراشي في الشعره. انا قلنا لكم باللي استعملنا حراره قويه باش غلقنا الشعره وتثبتت، احنا لازم من بعدو عن المواد اللي تفتح لنا حراشي في الشعره باش ما يتفكوناش روابط الشعره وما يخرجناش البروتين. شنو هما اللي ينحوا لنا البروتين من الشعر؟ يعني المعالجات بصفه عامه، الشامبوهات العاديه، ولا الشامبو القشره بكل انواعه. الوغ لا شامبو تاع القشره ما نصحكمش كامل، الا شفتي روحك ما تقدريش تتهلاي في شعرك، ما تقدريش تشري شامبو هذا وشامبو هذا، مالغري كاين لي شامبو اللي راهم رخاص في السوق، يعني ماشي كيما كاين بكري غير تاع لوريال وكذا، دوك كتخرجوا بزاف لي مارك. اذا شفتي روحك ما تقدريش تشري كاع هادوما، ما تروحيش ما ديريش البروتين ولا كيغاتين ولا ما تصدميش. فوالا، انا قلت لك صنو شعرك يفسد اكثر من اللي كان. كيما تستعملي الشامبوهات العاديه والشامبوهات اللي بالقشره، لازم تستبدليها استبدالها بالشامبوهات بدون سولفات، سون سولفات. عندنا الغاليه كيما تاع شوارزكوف، عندنا تاع لوريال هو الهايل تاني، عندنا تاع ابو سعد قلت لكم هايل. وشنو لازم القرعه؟ ندير لكم فيديو، لازم القرعه ما تقلبوهاش كيما حاطينها خاطرش ما يتغلقش مليح. عندنا تاع سواليس تاني هايل، هادو رخاصة. عندنا لا مارك كيغا جولد، فيه انواع، انت تخيري النوع تاع شعرك واش يساعدك. يعني هاد كيغا جولد فيها شحال من قام، كل شعر واش يوالما، انت كي تروحي تشري خيري. هاديك تاني بزاف هايله، ما تسقسونيش على السعر البنات، انا لا غالب مانيش حانوت، كل حاجه في راسي ننسى. كي تروحوا تشرو سقسو. وتاني كاينه حاجه تبعدوا على دوك، هضرت لكم على لي شامبوان واش تستعملوا، دوكا تبعدوا على الصبغات اللي تكون فيها امونيا، صبغات بيرمانون تسبب. علاش نبعدوا عليها؟ خاطر تسبب لنا جفاف الشعره، هذاك الشيء يفتح لنا حراشي في الشعره. والصبغه صبغه جامي تجي وحدها، لازم اوكسيدون، الاوكسيدون كيتفاعل مع الصبغه هو يزيد يفتح لنا حراشي في الشعره اكثر واكثر، باش يدخل اللون لداخل، باش يتفكس لكم اللون كيفاش يبان. من بعد يتفكون الروابط. لهذا السؤال اللي يجيني بزاف، وقتاش نسبخ وقتاش كدا، مالغري هضرت عليه بزاف هنا وفي الانستغرام، مي معليش نعاودو لاخاطش راكم تكبروا، كل يوم يتبعوني جدد ماشي اللي تبعوني خطره، اللي تبعوني من قبل. الصبغه سواء كيراتين بروتين ليساج بوتوكس الى اخره، تجي اسبوعين او ثلاثه قبل ما ديري المعالج، قبل ما ديري نوع من انواع المعالجات منهم البروتين، اسبوع او ثلاثه سمعتوني قبل باش تحافظي عليه لا غالب. ولا الى تحتمت عليك لا غالب، قولوا لي حنايا عندنا الشيب يخرجنا الشيب بالخف، ولا نديرو زعما نصبغو الحمر، الحمر تمتمي حولنا، نديرو ليماش تمتمي فيري ولنا، هنايا تسحقو غانساج، فهمتوني؟ عندكم الشيب ولا عندكم احياء اللون اللي هو رانساج، تستعملو من المستحسن صبغة سون زامونياك.
قولوا لي كاين صبغه تاع كيغا جولد اللي راهي مكتوب فيها كيغاتين وكذا، ماشي معناتها البنات كي مكتوب فيها كيغاتين معناتها تستعملوها كي راكم دايرين لها كيغاتين، نو معناتها هما ضايفين لها بروتينات وكذا باش تسقم لك شعرك توسيه لك. وانا قلت لكم الصبغه اللي مكتوب فيها زايدين لها زيوت ولا فيتامينات ولا شحال المده تاعها، راني دايره فيديو كلش في القناه تاعي، راهي غنيه بالمعلومات غير الا حقرتوا روحكم وما شتوش. فوالا قلت لكم مام هذيك الصبغه تاع كيغا جولد ننصح بها قبل المعالجات، الله غالب هذه هي الا تحتمت عليك مور المعالجات باسبوعين او ثلاثه تستعملي صبغات سونز امونياك، لاخاطش مام هذه صبغه تاع كيغا جولد بيرمانون، يعني فيها بيرمانون يعني صبغه دائمه، صبغه دائمه حبي يقول فيها فيها لامونياك فوالا، يعني كيف كيف باش قويه يعني مع لوكسيدون باش تدخل داخل الشعره تفتح لنا روابط الشعره. فوالا انا ننصح مر المعالجات تستعملوا يا رانساج شامبوان سيلفر ولا صبغه اوكسيدون، الا استعملتي اوكسيدون من المستحسن تستعملي اوكسيدون رقم 10 او 20 يعني خفيف بزاف، الله غالب دوك تقولوا بلي صعبتيها علينا، هذه هي شتي روحك ما تقدريش ما تروحيش المعالجات لا خاطرش تزيد يفسد لك شعرك اكثر من اللي كان. وكاين شحال من بنات يكونوا معايا في هذا الامر اللي يكونوا جازوا عليه، هدرت لكم على الشامبوان باش تستبدلوهم، هدرت لكم على الصبغه باش تستبدلوها، هدرت لكم على الاوكسيدون باش تستبدلوه، هادو ما كامل دوك هذيك باش نزيد نروحو. تجي وحده واش تقول لي؟ تقول لي حبيت ندير ليماش ولا بالياج، لا لا الوغ لا الا قالت لي ندير ديكاباج سحب لون. اذا درتي هدايا يعتبر دمار شامل اللي واش درتي، ماشي غير يفكك لك الروابط. ايماجيني انتي راكي لابسه حوايج ودفق لك لود جافيل على حوايجك، لا لا يقعد اللون هو هو تاع صحيحو لكم ويروح كامل فيها. كاين امور اللي باينين يعني من البديهيات، لي ماش سورتو لي ماش البالياج الوغ لا ديكاباج، ديكاباج يعني انا ما ننصحش به كامل، مي الا تحتمت عليك عند وحده بروفيسيونيل مع الاولابليكس مع مواد مع مواد اللي يستعملوهم للحمايه فوالا. وكاين شعر من شعر ماشي الشعر الاسود ما ننصحكش ديري ديكاباج، المهم ماشي هذا هو ماشي هذا هو الموضوع تاع اليوم. قلت لكم ممنوع من عن بتن ديريهم، تحبي ديري قبل البروتين فوالا، هذه هي لاخاطرش كي دمرتي شعرك ودمرتي البروتين وكدرتي بومبا داخل شعرك فوالا ان بومب. دوك هذاك نروحوا لاستخدام الزيوت، استخدام الزيوت ما تستعمليش كامل مع المعالجات بصفه عامه، تقدري تستعملي سيروم كيما هذاك تاع كيغا جولد سون سولفات وكذا، كاين انغام سبيسيال اللي شعرهم فيه تريتمنت يعني درتي معالجه شعرك تستعمليه من زيوت وزيت الزيتون وتخلي شعرك هكاك يتخشخ بالزيت كيما نقولوا حنا، نو راكي درتي معالجات نو خلاص ما ديري حتى حاجه. لحد الان ان شاء الله عطيت لكم كلش، عطيت لكم الاسباب اللي نحونا المعالجات والاسباب اللي نستبدلوهم ونحافظوا عليهم. وكاين امر مهم بزاف ما كاش وحده هضرت عليه في نصيحه لاي وحده، بون بيان سور دوك تك على بالنا بلي بلادنا غاليه ومعيشه غاليه وكذا، الا قدرتي من المستحسن مور ما تستعملي نيمبورت كل معالجات الشعره تاعيا يعني فخيزي باش ترجعيه املس، صعيب بزاف سورتو الحراره اللي يتحملها باش يتفيكس لكم في الشعره. كاين معالجات بارده، وشنو هي المعالجات بارده؟ كيما الاولابليكس ولا الفيلر، هادو ملاح بزاف، هادو ما بزاف ملاح مور ما ديري كيغاتين ليساج بوتوكس بروتيين، هادو ما بزاف مليح للشعر ويرجعوا الحيويه للشعره ويرجعوا لها الصحه تاعها. كاين حاجه تستعملي زعما كيما نقولوا حتى شتي الاولابليكس، البنات ما نعاودش الفيديو تاع الاولابليكس راني شارحه وكاتبه، عييت في هذاك الفيديو راسي وجعني، سما روحوا شوفوه ما تعجزوش. دوك تسقسيني كيفاش نستعمل اولابليكس ولا راني شارحه كلش زيت نيميرو 1 نيميرو 2 ميم نيميرو 3
راني شرحه كلش على الاولابلكس كيفاش تستعمليه. لازم كيما الاولابلكس لازم تستعملي 3 حتى 5 جلسات باش الشعره تولي مليحه، كل وحده وشعرها كيفاش. ما تقدروش تيماجينيو كيفاش ديروا هادو المعالجات من بعد تستعملوا هادو المعالجات البارده كيما الاولابلكس كيفاش يولي شعركم. خلاص خلاص ما منتي تحيري، مي قلت لكم من 3 خطرات حتى 5 خطرات في شعركم تستعملوا الاولابلكس، على خاطر الشعره ماشي سهله باش يتفيكسا. البروتين الداخل لازم نعاودوا نرجعوا لها الحيويه تاعها والبهتان تاع الشعره، ولا على خاطرش اللي يرجع شعره تبريي لا بريونس غير البوتوكس، مي البروتين الكيراتين لي ساج نو ما يرجعلكش الشعره تبريي، هذيك لا بريونس تشوفيها غير مع البوتوكس. بون ان شاء الله هذه المعلومات تهم لكم والله غير من قلبي، على خاطرش يجوني بزاف اسئله على شعرهم تحرق وشعرهم كذا شغل ما داروا والو. حبيت نفهمكم علاش وعلاش وكيفاش يدخل البروتين وكيفاش كذا وكيفاش كذا بمعلومات مهمه بروفيسيونيل، ماشي نجي نبلبل لكم برك منا نهبط لكم من كلمه من كلمه من نفهمكم بلي ديتاي. ان شاء الله كون هضرت لكم كلش. وكاينه حاجه تاني دوكا كنحط لكم انواع تاع البروتين اللي عجبوني، وركزوا على من عند واحد يكون مضمون شرو عليه. الى لقيت حانوت يعني يجيب صح حاجه اوريجينال راني نقول لكم عليه. كاين مين زيد انا قبل ما نهضر على حاجه خاطر صرات لي ديجا غلطه درتها ما نعاودهاش، رانا نتعلمو. كي نلقى وندير بروفيسيونال ونسي انا الحاجه نبعت عبادي يسيو قبل ما نهضر لكم باش نهضر. فوالا خاطر ماشي كي يعرفوك انت عندك شان في يوتيوب يتهلاو فيك، مي كي تجي عفسه منو من ما يتهلاوش فيها. دي صرات لي انايا وجاوني بزاف بنات مساكن داروا فيا كونفيونس وقالوا لي ودي تبعنا هضرتك ودرنا كذا وشوفي شحال حسبونا وشوفي واش داروا لنا وشوفي واش طاو لنا. حلفت من تما قلت خلاص راني نتعلم كاع نغلطوا ما نزيدش نعاودها. فوالا ما نكثرش عليكم الهضره، الى فيديو واحد اخر ان شاء الله. التشجيع يساوي الاستمرار. هذه هي، دعموا قناتي والسلام عليكم في فيديو واحد اخر.